قالت حركة حماس إن اغتيال إسماعيل هنية لن يزيد الحركة إلا قوة وإصرارا على مواصلة طريقه ونهجه. وأضافت الحركة في بيان أنها باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية لاختيار رئيس جديد للحركة خلفا لهنية، مشددة على أن مؤسساتها التنفيذية تواصل أعمالها ولديها الآليات الفاعلة والعملية لاستمرار المسيرة في أصعب الظروف، لافتة إلى أنها ستبادر عن الإعلان عن نتائج مشاورتها حال الانتهاء منها.